ايش كده بقى ارجعوا اذا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. يعني نفتتح هذا البث المباشر من امام ثكن العمالة، من المعتصم مفتوح والاضراب مفتوح عن الطعام، من اجل تلبية حقوقنا وحقنا واهمها حقنا في العيش الكريم. يعني ذا الاعتصام جاء عقب مجموعة من التراكمات، عقب مجموعة من اللقاءات الدورية، عقب مجموعة من الكذب من ابريل اللي فات، من كذبات ابريل وحنا مازلنا معاهم في الكذب. كيف قالوا الصال العرب الاولين حبل الكذب تصير. المهم اليوم اخترت طواعية على اني ندخل في اضراب مفتوح عن الطعام من قدام، كيف قلت العمالة او العمالة الثكنة كما يحب الرفاق ان يسميها. ورغم قساوة المناخ وأجواء ممطرة إلا أننا لازلنا صامدون، يعني نحن في آخر المطاف أبناء هذا المناخ، أبناء هذا الجو، أبناء المنطقة. يعني ما لا يأثر فينا جوها وما لا يأثر فينا تعنت العامل ولا تعنت السلطات ولا تعنت حد ثاني، هذه مسألة. أما بالنسبة للتهديد والوعيد ومن هون وديك المسائل الثانية اللي يعرفها جهزات المخزن هون وهذاك، كنصيحة انه اسلوب التهديد واسلوب الوعيد راهو مات لا ينفع معايا، هذاك مازال ينفع لكم مع تركة الثانوية مع التركة ديال القراء. اما بالنسبة انك تجي عندي وتحاول انك تهدد، والله انا ما جيت هول الشارع، تعرف الشارع الا ما عندي ما نخسر. يعني انت منك تهديد كذا يدخل ندير له دنيا مرك من لودن الثانية، هذه المسألة الاولى. اما بموضوع كاع الاعتصام والله موضوع الاضراب مفتوح عن الطعام، عد نظرك تمشي شعور المقاطعة يلا يجعلك باغي تجلس سي ورقة، يمرق لك القايد يقول لك بداي انت بولي زريو ماني لا انجليزي لك ديال الورقة، تمشي لشي تدفع لشي لا تستافد يرطوها بداي انت مالك لا تستافد لبيك بولي زريو، حسب قولهم هذا هو الاعذار اللي يقولوهم. انا بغيت نعرف الليلة عاد التوجهات السياسية يا كانها مسموح بها في الدستور المغربي ولا بداي، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي بغيت نسول مولي عليها، على انه لا عاد توجهات هي السياسيه ما يعجبتك انت كباشا ولا كقائد ولا كعامل ولا كمسؤول امني ولا تعود كيف اللي بغيت تعود، الا ما عجبتك توجهات السياسيه كمسؤول ولا عود اللي بغيت تعود. انا مجرد سؤال نبغي نطرحه على هذا المسؤولين اللي يقول لك على انك انت بولي زريو، دي النظره اللي حاكم عليا انا كوني يعني عندي توجهات سياسيه معينه نفسها تقريبا يالتك تحكمها على المسؤولينكم اللي فاوضوا جبهة البوليزاريو في أروقة الأمم المتحدة، ونفسها خاصك تقولها على مسؤوليكم اللي التقطوا صور جماعية مع مسؤولين جبهة البوليزاريو في الاتحاد الإفريقي ولا في مناسبات ثانية. يعني إذا كامل الناس اللي نفهموا احنا نضربكم دي السياسة اللي نواجهوا بها، سياسة التفقير وسياسة التجويع وسياسة هذا، عنكم تدوروا منا يعني نهاجروا ذا البلد، تدوروا منا يعني نمشوا لبلاد ثاني نمشوا نحرقوا، والله تضروا منا نشتغلوا حتى حنا في التهريب الدولي ونمشوا للحبس كيف اغلب شباب المنطقه اللي عايد في الحبس. وده كامل سبتوا شنو؟ نرجعوا للوقائع، سبتوا شنو؟ نقول لك انا سبتوا الفساد وسبتوا ده الاداره اللي عايد انا ضرب قدامها بالدرجه الاولى كاع ملي، وما هو لهم كيف انه من ما دالوا حنا درك انا عايدينهم في اعتصام في درجه حراره متدنيه في اجواء يعني شتويه، وماني وحدي خالق حد ثاني مولي رفيق ثاني معتصم حتى هو على مطالبه. يعني درك بغيت نفهم انا دي العماله شنو دورها، دي العماله اللي عاد ما تفاوض الا ما عاد تراعي المصلحه ديال المواطنين ديال المنطقه اللي معدله فيها دي الاداره شنو دورها، تقفل كاع وتمشي والله هي اصلا قافله، هي ما يموفيش كاع اصلا مزقنا بها دم المخزن كامل وما يخلو حد يدخل وكذا، وراهي قافله والعامل راهو داعي على وجهه، مره راهو فاق دير ومره راهو في ليميو ومره راهو هون ومره راهو هون، والتسيب هو الوضع القائم في المنطقه. هذا كنقطه. اما بالنسبه نرجعوا مولي للنقطه اللي هي اساس الكل، توجهاتي السياسيه، انا ما قلت لك تقبل على توجهاتي السياسيه والله، لان ذاك رغما عنك مالك اللي تحكم لي انني لا ناصر القضيه الفلانيه والله لا ناصر القضيه الفلانيه والله. وثاني شيء اللي نعرف انا على الوطنيه ماهوش ينفرض على الناس، انت مالك اللي تجي تقول لي بدا يعود زز عود عنك مغربي ولا عود عنك جزائري ولا عود عنك صحراوي ولا عود عنك، مالك اللي تجي تفرضها عليا،
لي قناعاتي انا وذاك شيء ضمن واحد مثلا انتم ما تعرفوها ينقال لها الحريه الشخصيه ولا حريه الراي. هاد المساله هذه حالي انا بحكم التجربه على اني سكنت هون تحت سياده ولا تحت السلطه المغربيه نعرف ان هذا المصطلح ماهوش ينعرف وماهوش في قواميسهم. يعني العقليه اللي سايده عندهم عقليه القطيع، يعني كل خاص يعود هو هذاك، كل شيء نمط واحد، كل شيء كيف العادوا الناس تمثل الادوار. هذا اللي يضرهم، ما يضر الناس تعود عايشه، تعود الناس تعود تمثل الادوار. اما بالنسبه لقضيه فساد الاستفاده للمقربين وديك الامور هذيك تكلمنا وتكلمنا، وما هو انا واحد يتكلم ياسر من الناس ما خسرش. يعني اش كتفهم تفهم على انه الدوله شريكه في ذاك الفساد، ويعني انت منين تعرف انك ماك لا تخسرش لا تكبل ما في البطحه، ما يصح هذا الشيء ما يصح. هذه بالنسبه لمساله الفساد. اما بمسالتنا انا كشخص او كاعتصامي انا هون، انا هون نعلنها قدام الجميع على اني يعني كيف قلت راني مضرب عن الطعام، بديت اضراب مفتوح والاشعار كان تسلموا باشا المدينه يانس عن طريق بريد المغرب والوصل باش تسلم راه مازال عندي. انكم تعود حد مضرب عن الطعام، واخا كنا نسمعوا الاضرابات عن الطعام لا وسط الحباس والله من اجل انهاء الاستعمار والله شي كيفتك، عندنا احنا درك نعدلوا الاضرابات الطعاميه من اجلاش، من اجل غير حقوقنا الشرعيه، الحقوق اللي تكفلها جميع المواثيق والعهود الدوليه اللي عندنا. درك حنا بصيفتنا قاعدين حنا هون، شنو الفرق بيننا مع بلاد منكوف في الحرب والله بلاد ثاني؟ شنو الفرق؟ ما هو خالق نفترش الارض كاملين وتحت نعانوا من قساوات المناخ كاملين ونعانوا من جلاذين كاملين، يعني الظروف كامله راهي متشابهه كيف هون كيف فلسطين كيف اي بلاد ثاني. يعني انك من تعود انت قاعد في قهوه من الخلاف من البراد قدام وفي ارضك، وقالوا العرب حيوان بويا عاد يصدق عليا الذي هي مولي. من تعود انك في دسترتك وفي بلادك وفي كل شيء وتعود تطلبهم يعطوك شيء من خيراتك، هذا راه عاد حيوان بوك يصدق عليك. هذا المعنى، هذا المعنى. المهم كيف قلت نحمل المسؤوليه الكامله يعني السلامه الجسديه ولا اي شيء لا يوقع لنا هون السلطات المعنيه ولا الاداره المعنيه اللي احنا عايدين قدامها بالدرجه الاولى. وبالنسبه لقضيه التدخلات منهم اللي يجيو يدخلوا لنا كيف ما هم والفين والله كذا، انا بعد كرأي شخصي ما ننصحكم بذاك، ما نصحكم تدخل، لان دي النوبه ما كيف نوبه تخطاو، دي النوبه ما كيف نوبه تخطاو، دي النوبه جين هو للشارع ماني لينا نقيم ذا الشارع هون وماني لينا نقطع هذا الاضراب عن الطعام، شما هو الا تحققت مطالبي كامله. سياني باش ما بغيتو. اما بمساله انك تخلعني بالاعتقال والا شي ثاني مرحبا، راه الى بريغاد في زرني الا بغيت نقيسوه دراك نمشيو على كراعينا ما هي مشكله، نمشيو نقيسوه وقفلوا علينا ما هي مشكله، شنو الفرق بينهم كاع؟ ما خالق فرق عندي عنهم بين الهي وهون. سياني الناس كامله الا محبوسه، ما عندك حرية رأي، ما عندك حرية تعبير، رانك محبوس، وهذا تشوف ما بينك فرق مع حد ثاني. المهم إلى هون بحكم الإجهاد وبحكم يعني المناخ ينتهي هذا اللقاء، ولا ينعلو إن شاء الله لقاء الثانية يعني في ياسر من النوبات، يعني كنا نتموا في التواصل مع محيطنا ونتموا اللي يعني منعتوا للعالم ولا منعتوا بعد الناس اللي قاعد نلحقوها على وقاحة النظام اللي ماشيين حنا تحته هون، وعلى وقاحته اللي يكذب على العالم الخارجي، على الاتحاد الاوروبي، على الاتحاد الافريقي، على الدول الثانيه، يكذب عليهم على ان الصحراويين عايشين في رغد، على ان الصحراويين ما خاصهم خير، على الصحراويين راعيهم تفرشين ترابهم مدفين بالكرتون راعيه. يعني كنا نضحكوا مده في النوبه في الرباعه اللي كانت تفرش كرتون قدام البرلمان، حنا راعينا تفرشنا الكرتون في ترابنا، ترابنا لعل كاع لعل يبقى شي مليهانه ما تخطى علينا مولي هون مع المغرب. ومهم على اي تحيه لجميع الاصوات الحره والجميع اللي ساند من قريب ولا من بعيد، ونعلن ان مولي اننا صامدون وصامدون ولا ينتموا هون ان شاء الله الى حين تحقيق كافه المطالب، ودمتم للنضال صامدين.